ستي قالت لي حطي معلقتين من اللبن على معلقه واحده من الدقيق. ايوه حبيبه قلبي، وهتحل لنا اكبر مشكله بتقابلنا بابسط الاشياء وكل حاجه موجوده في البيت. مش هنشتري حاجه من بره وهنعمل حاجه جميله قوي قوي يا بنات. خلاص كده حطينا معلقتين من اللبن على معلقه من الدقيق، وهنحصر كده نص ليمونه. ويا ريت يا بنات ما تتعودوش ترموا قشر الليمون، يا ريت كده تدعكوا كده الحته الدكنه اللي عندك في الاندر ارم والبكيني كده، هتطلع بعضنا هتقشر لك وهتشيلك التصبغات، وكان في حتت غامقه ولا حاجه هتفتحها لك خالص. كده خلاص حطينا المحتويات اللي احنا قلنا عليها يا حبيبه قلبي، كده وصلنا للقوام ده وقلبناه كده تقلبتين ثلاثه كده يا حبيبي. تعالى اقول لكم بقى على المكون الجميل السحري اللي هنحطوه في الماسك. هنحط معلقه واحده كده من الترمس المطحون، وطبعا هنتني نقلب فيه كده اكتر من 30 ثانيه لغايه ما يندمج مع بعضه. تعالوا بقى نقول لكم على السر الجميل ده، ماسك جميل جميل للبشره يا حبايب قلبي، واي حته داكنه عندك طبعا بتشيل القشر الميت وبتفتح البشره وبتنعم البشره. طبعا انتوا عارفين دي بيوحد البشره وبينعم البشره وبيفتحها، وطبعا عارفين الليمون بيشيل التصبغات وبيشيل برضك القشر الميت. ترمس المطحون يا حبيبه قلبي بتفتح البشره وبتنعم البشره، ولو في جلد ميت لو في مكان حبوب طبعا بتنضفه وبتخليها زي بشره البيبي كده. ويا ريت تقولوا لي كده بتتابعوني من انهي دوله كده يا حبايب قلبي، وتحطيه كده اكتر من 10 دقائق وتفركيه كده وتشطفي بميه فتره كده وتعملي وتتهني. وكل سنه وحضراتكم طيبين وربنا يديمكم في حياتي يا رب.